السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك ربي أنت عز كل ذليل، وأنت غنى كل فقير. من تكلم يا إلهي سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. وأصلي وأسلم على البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، غدا بفضل الله عز وجل تبدأ الأيام المعلومات التي قال الله تبارك وتعالى فيها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وأريد أن أوضح إخواني وأخواتي، هناك فرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات. فالأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ما يرضيه في هذه الأيام. فذكر الله تبارك وتعالى مستحب في هذه الأيام. يعني سبحان الله العظيم، الكثير من الناس في هذه الأيام يشعر بقلق، يشعر باضطراب، يشعر بضيق في الصدر، يشعر بآلام، يشعر بأحزان. فيعني سبحان الله العظيم، من أراد الطمأنينة ومن أراد الخير في هذه الأيام فعليه بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خلاص كده هتكتر من الذكر، لا تشعر بألم، لا تشعر باضطراب، ضربات القلب هتكون في طمأنينة بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، الكثير من الناس في هذه الأيام يعني ربما يعني لا يجيد أن يحسن بكثير من الإنفاق. تعال شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله. طيب، تعال معي لنذهب سريعا إلى هذه الرحلة التي تمحى فيها العيوب، تغفر فيها الذنوب، تستجاب فيها الدعوات. هذه الرحلة كلها خيرات، كلها طاعات. تدبر معي قول الله جل في علاه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، وحدوا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالذكر إخواني الكرام شفاء للأسقام، مطردة للشيطان، مرضاة للرحمن سبحانه وتعالى. يا مسلم ركز معي جيدا: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم. تاني: وسبح بحمد ربك حين تقوم. فيا مسلم، عليك بالإكثار من ذكر الله جل في علاه في هذه الأيام. فالذكر بفضل عز وجل بكون سبب في سعة الرزق، بكون سبب في تفريج الكربات. من الذكر الاستغفار، والله عز وجل يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين،
والاستغفار إخواني الكرام بيكون سبب في الصحة. تعال معي، سيدنا هود عليه السلام كان يقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. إخواني وأخواتي، عليكم بالالتزام بكثرة الذكر، لأن إن غفل العبد منا عن ذكر الله عز وجل ربما يستحوذ عليه الشيطان. ألم تسمع قول الله جل في علاه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. والإعراض عن ذكر الله إخواني وأخواتي خطر عظيم وشر جثيم، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فاجتهد في طاعة الله، اجتهد في ذكر الله، ومن أراد الحياة الحقيقية فعليه بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تدبروا إخواني وأخواتي: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والذي لا يذكر ربه ميت وإن تحرك بين الأحياء. تعال معايا، النبي عليه السلام يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فكفى الذاكر شرف أنه في معية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. يا من تريد أن تكون دائما وأبدا في معية الله عز وجل، أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل فيه الفلاح، فيه النجاح، فيه التقى، فيه الخير. فلا تبخل على نفسك، وهذه وصية محب لمن يحبهم. فيعني لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أكثروا من الطاعات، أكثروا من العبادات، فأكثروا إن شاء الله بفضل عز وجل الصيام إن شاء الله بإذن الله عز وجل غدا الأربعاء. ولا تحرموا أنفسكم من أن تذكروا غيركم، فالدلوا على الخير كفاعله. يعني كل عام وأنتم بخير، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.